نروح للمنظومة الرياضية، وطبعاً في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت وزارة الشباب والرياضة على مدار الثمان سنوات الماضية أهدافها ومحاور رئيسية للارتقاء بالمنظومة الرياضية وطبعاً على مستوى الجمهورية. مزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك وعلى كل أستاذة المشاهدين، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وتنمية وتطوير وبناء ورخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كل سنة وانتم دايما طيبين، سنة حريمة مع بعض. وحضرتك طيب. أنا هبدأ مع حضرتك ونتكلم طبعا عن أهم الإنجازات اللي تمت من حيث طبعا تحسين البنية التحتية الرياضية وكمان تطوير مراكز الشباب، ونتكلم طبعا بشكل تفصيلي مع حضرتك خلال الفترة اللي فاتت. طيب، يمكن 8 سنوات من الإنجازات وطفرة حضرية على مستوى الشباب والرياضة في عهد الفخامة السيد الرئيس. يمكن وزارة الشباب والرياضة حققت العديد من الإنجازات وكمان طفرة حضارية على مدار 8 سنوات، يمكن تحديدا من 2014 حتى عام 2022. خلال السنوات دي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في توجيه وزير الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة بكل قياداتها بكل الهيئات التابعة ليها لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجعة أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفس لشباب مصر. وكمان بنقدم الخدمات داخل هذه المنشآت بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصري. وقد أولى فخامة الرئيس اهتمام واضح بالمنشآت الرياضية وتطويرها في جميع أنحاء الجمهورية، وكمان أكد على ضرورة تحسين البنية التحتية الرياضية، وهو ما يؤكد عليه خلال اجتماعات متواصلة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية. كمان خلينا نأكد على أن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري واللي منبثقة منها استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، واللي بتأكد على الاهتمام بالنشء والشباب وتنميتهم وكمان تمكين الشباب في مختلف قطاعات الدولة. فضلا عن المدعيات والمعسكرات الكشفية والمبادرات اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة، وكمان المحاور الخاصة بهذه الاستراتيجية اللي بتعمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة والخاصة بتحسين النمط الصحي كمان وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية والاكتشاف والعلم. دكتور محمد؟ دكتور محمد حضرتك سمعنا؟ طيب، احنا بنحاول يعني نعود الاتصال بدكتور محمد طبعا للحديث عن اهم الانجازات اللي تمت في قطاع او المنظومة الرياضية بشكل عام من حيث تحسين البنية التحتية الرياضية وكمان تطوير مراكز الشباب وكمان المشروعات الإنشائية. يعني دكتور محمد كان بيتكلم بشكل تفصيلي عن الخدمات اللي قدمتها وزارة الشباب والرياضة لكل يعني المشروعات الإنشائية وتطوير مراكز الشباب اللي احنا شايفينها. كمان هنتكلم عن المبادرات اللي دشنتها وزارة الشباب والرياضة مع دكتور محمد. حضرتك سمعنا؟ سمعت. اتفضل. فكنا بنتكلم عن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والاستراتيجية اللي منبثقة من استراتيجية الدولة الخاصة ببناء الإنسان المصري. طيب، البرامج الحكومة واللي نفذت خلال الفترة اللي فاتت فيما يخص الشباب والرياضة على مدار الثمان سنوات يبلغ إجمالي عدد البرامج الحكومية 5503 برنامج، وعدد المستفيدين نحو 117,327,000 فرصة للمشاركة من النشء والشباب. وفقا لبيان تفصيلي كمان تم إعداده بشكل خاص جدا للمستفيدين وفقا للمحاور الآتية. عايزين نركز بقى في المحاور دي. فيما يخص بناء الإنسان المصري 3126 برنامج. عدد المستفيدين من أو فرص المشاركة بلغت 76 مليون. فرصة للمشاركة. والنهوض بمتلات التشغيل 666 برنامج. فرص المشاركة 14,669
1000 فرصة مشاركة. نعم. والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي 470 برنامج بواقع 21,488,000 فرصة للمشاركة. وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية 1241 برنامج بواقع 4,775 فرصة للمشاركة. طيب على مستوى قطاع البطولة برضه عايز اوضح للساده المشاهدين ولحضراتكم احنا شغالين على محورين خاصين بالبطوله، سواء توثيق قاعده الممارسه الرياضيه ودي اللي بنتم من خلالها بكل البرامج الرياضيه التي تستهدف المواطن المصري بجميع فئاته العمريه. اما قطاع البطوله هو خاص بالمنافسه الرياضيه والاشتراك في البطولات الرياضيه سواء الاولمبيه او القاريه او العالميه. نعم. هي خاصة بإعداد النشء والشباب وصناعة البطل الأولمبي. شاركنا أو البطولات العالمية خلال الثمان سنوات سواء قارية أو عالمية أو دولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إجمالي عدد البطولات 208 بطولة. وعدد الميداليات اللي حققناها يزيد عن 3500 ميدالية. أبرز البطولات اللي حققناها عام 2014 بطولة العالم للسكواش، وعام 2015 بطولة الأمم الأفريقية لكرة الطائرة، عام 2016 بطولة كأس العالم لكرة اليد، وعام 2017 بطولة كأس العالم لكرة السلة شباب تحت 17 سنة، عام 2018 البطولة العربية والأفريقية للدراجات، عام 2019 بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عام 2021 كأس العالم لكرة اليد، عام 2022 بطولة كأس العالم للخماسي الحديث. هايل. ده مختصر عن عدد البطولات، ولكن هناك بطولات كثيرة جدا استضافتها مصر خلال فترة الجائحة اللي توقف فيها النشاط الرياضي على مستوى العالم، ومصر الوحيدة اللي كانت قبلة لكل الاتحادات الرياضية والعالمية. صحيح. وأصبحت مركز إقليمي لتنظيم الفعاليات الرياضية. لو اتكلمنا عن المشروعات الإنشائية، أنجزت وزارة الشباب والرياضة على مدار 8 سنوات عدد من المشروعات الإنشائية، منها 4050 ملعب خماسي وقانوني وإنشاء وتطوير 8 مدن شبابية وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابي والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، كمان إنشاء 253 مركز شباب وإنشاء وتطوير 96 حمام سباحة، إنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير 14 استاد رياضي، وكمان إنشاء 13 نادي رياضي، وإنشاء وتطوير وحدتين للطب الرياضي وأربع أندية لمتحدي الإعاقة. وبالنسبة للإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2018 ل 2022 تم تنفيذ مشروعات إنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع اللي هو البي او تي. وهنا انا عايز اقف شويه مع حضراتكم مع الساده المشاهدين، يعني ايه اداره اقتصاديه للمنشات؟ يعني ايه نظام حق الانتفاع والبي او تي؟ هو مراكز الشباب بيبقى فيها استثمارات، بقى فيها استثمارات رياضيه على اعلى مستوى بما يخدم صالح المواطن المصري، ودي حاجه مهمه جدا. نعم. تطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمه مجتمعيه كان ليها عظيم الاثر في وجود كيان متكامل او منشأة رياضية متكاملة بتكون صالحة للمواطن المصري الذي يستحق منا الكثير والكثير، واللي اولى اهتمام فخامة الرئيس سعد الفتاحي شباب ان هي تكون البوتقة او المظلة او الامبريلا للاسرة المصرية، ومش بس نمارس فيها نشاط رياضي، لا يكون فيها نشاط اجتماعي وثقافي. صحيح. وفني. صحيح. وما إلى ذلك. طيب دكتور. طيب. محمد، يعني مجهود حقيقي حقيقي أكتر من رائع، بس قبل ما أختم مع حضرتك أنا حابة أتكلم مع حضرتك عن المبادرات اللي دشنتها وزارة الشباب والرياضة، ونتكلم بالأخص عن منح ناصر للقيادة وأولمبياد الطفل المصري. طيب أنا بس قبل ما أجي لمنحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة وأولمبياد الطفل المصري، عايز أتكلم عن حياة كريمة. اتفضل. المبادرة هي أكبر من يمكن أكبر مبادرة تنموية بتهتم بشأن المواطن المصري. نعم. بالفعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بهذه المبادرة لتطوير الريف المصري.
وهي لها دلاله واضحه جدا من قبل فخامه الرئيس بالارتقاء بحياه المواطن والعيش في حياه كريمه، من خلالها بيتم توفير كافه الخدمات في ضوء الجمهوريه الجديده واللي بتشهد بناء وتنميه في شتى القطاعات. وزاره الشباب والرياضه وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسه حياه كريمه في ضوء وضع الاستراتيجيه المشتركه بين الوزاره والمؤسسه، وبترتكز بشكل جيد جدا على تمكين الناس والشباب من خلال المشاركه في الحياه العامه، وكمان تنفيذ سلسله من البرامج والمشروعات. نعم. مبادره حياه كريمه كان لها فضل كبير جدا في احداث نقله نوعيه بالفعل في تطوير البنيه الشبابيه والرياضيه بتوجهات من فخامه الرئيس في تطوير البنيه الاساسيه لمراكز الشباب، واللي تتخطط 1000 مركز شباب داخل حياه كريمه. طيب لو اتكلمنا بشكل اخر بقى عن اهم المبادرات، خصوصا منحه الزعيم جمال عبد الناصر للقياده الدوليه، يمكن تم تنفيذ ما يقرب من 3 نسخ لهذه المبادره، اخرهم كانت النسخه الحاليه اللي انتهت يمكن تقريبا من اسبوع، وشارك فيها 65 دوله بواقع 150 شاب وفتاه يمثلون الدول المشاركه. ال 165 دوله لها دور كبير جدا في تمكين الشباب وتطوير فكرهم وتبادل الخبرات والثقافات. طبعا خلينا نقول ان هذه المنحه تاتي تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتاتي دكتور محمد في مشكله في الشبكه. اتفضل. سامعين حضرتك دلوقتي، اتفضل. وكان هناك عدد من البرامج اللي نفذتها وزارة الشباب والرياضة لهؤلاء الشباب المشاركين، يمكن كان في زيارة لمتحف الزعيم جمال عبد الناصر، وزيارة لوزارة الخارجية، وأيضا وزارة لمجلسي النواب والشيوخ، وزيارة لقناة هيئة قناة السويس والمتحف المصري، وكمان نعم. الأهرامات وقلعة قايتباي بالإسكندرية، والختام حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية، واللي أكد على توصيات هذه المنحة وأرسلها لكل الحكومات التي شاركت في هذه المنحة لتفعيلها، وكمان اهتمام كبير من فخامة الرئيس مش بس بكل الشباب المصري، ده بكل الشباب العربي والإفريقي والشباب على مستوى العالم. ويمكن ده امتداد للمنتديات اللي بينفذها فخامة الرئيس زي منتدى الشباب العالم، واللي دوره أيضا الاهتمام بالشباب وتبادل الثقافات والخبرات وإيمانه الكامل بأن الشباب هم يعني هم بناة المستقبل وهم قادة المستقبل. صحيح. وهم اللي بيبنى عليهم كل طموحات وأمال الدول الكبرى. كمان خليني أقول لحضرتك أولمبياد الطفل المصري، يمكن هذه المبادرة الهامة جدا أو البرنامج الهام جدا أو المشروع اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة اتساقا مع المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وبيشمل أيضا عدد من الألعاب اللي من خلالها بيتم إعداد النشأ والطلائع في هذه المبادرة الهامة جدا، واللي من خلالها بيتم تصعيدهم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في عدد من الألعاب الفردية والجماعية. دكتور محمد يعني حقيقي مجهود أكتر من رائع، بنتمنى مزيد من النجاح في المنظومة الرياضية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.